ها؟ ايوه عطني يا سيد الراقي يا ذو فكر. تعال انت وين نحش تعال. نجاك من يضمن نجاح اهزمه يا ابني يا ما له على ظلتيك ما جاء يكمل ما بنى روحه دمه. يا سيد الراقي يا ذو فكر امين نجاك من نجاك من يضمن نجاح يضمن نجاح ازمه. يصدق اني ملحن خرافي والله على هذه القصيدة اللي كتبتها ما شاء الله. الله يكرمك. قصيدتي هذه قصيدة اسمي قربة. ايش قاعد تدور؟ فيها موية. الله ييسرها على عذرا على الكلمة أنا مجبر أغيب. طيب ايش رأيك تاخذ أجر؟ اسمع يقول زين قهوة. آه زين قهوة مو لك حطها في ترمس ليش؟ أنا داري علشان بتصور. طيب خذ أجر زيادة. باخذ زيادة بس أعطي خلاص أبشر. عذرا على الكلمة أنا مجبر أغيب من الرسائل والصور والأغاني. الله الله شو بعدها؟ ومن وجهك ومن وجهك النير ومن ركبة الجيب ركبة الجيب. لا لا ممكن تحسن لا تنسى القرار كلها جواب جواب جواب. اسمع اسمع شو العطر انت تعطر به؟ والله صاير حق عطرات انت من زمان. والله ما شاء الله وش العطر اللي انت تعطر به ما شاء الله تبارك الله. ضيعت اللحن زي زي ترى صايب من لا صدق العطر اللي انت تعطر به جدا جميل. انا ما ادري الحين اشوف العطر الجميل ولا اشوف اللوك الجميل ولا الوجه الحسن ولا الاخلاق اللي ما شاء الله تتجنن. انت من ايش انت؟ انت مخلوق من ايش؟ انت مثلنا بشر ولا ملاك نازل من السماء؟ وش الجمال هذا؟ وش التالق؟ حتى مشيتك يا اخي حتى مشيتك ما شاء الله لما تمشي ما ادري ايش اقول يا فواز. لا تخرب قاعد فواز. اصبر اصبر فواز فواز صدق انت مثلنا انت بشر؟ خليني بلمسك دقيقه. لا بشر احسبك ملك معلش. كذا كذا انت جيت تمدح؟ انا؟ زي كذا يا خشح احنا فينا زيي. تو كنت بتسولفون عن التدريس والدراسة، كنت بتسولفون عن الدراسة صح؟ انت سعد؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. كان يا مكان في قديم الزمان. اسلم. كان في شايب لسانه عايب. عايب حق سيدة مخطي ولا هو بصايب. لا قاعد يلعب لعبه. روح شو يقول قصيده ولا. لا مو قصيده هو سالفه والله. لا والله سالفه. اسلم بس على قافيه يعني سالفه على قافيه يعني يسمونها سجع. يسمونها سجع مدري. لا سجع مو كذا وجع مدري وجع اسلم سجع سجع اسلم خابر خابر بس اطلع لك. كان فيه ايش قلنا؟ شايب لسانه عايب مخطي ولا هوب صايب صايب. اخر شيء تبي تشوت شيء تبي ما نقدرنا ما في الا اثنين ما يمدينا ترى نلعب. ما بلعب والله يا اخي سالفه هذه الحين انت بتقول سالفه. اي هذه سالفه مخطي ولا هوب صايب. عن المجالس هو عن المجالس دائما غايب غايب. اقمل ولا اخليها؟ ها كمل والله شكل فيها سر. يذنب ولا هوب مذنب ولا هوب تايب تايب. المهم الرجل ذا مشى مسلم وقرر يزور القرايب احدى القرايب. وهو يمشي في البر هبت عليها الهبايب. الله الله. المهم شاف لها واحد الميت وحط عليه نصايب. اكمل والله ترى السالفه مهمه جدا والله. لا يا اخي احسه تمرين للشاعر اللي تكتبه بعد. لا والله تمرين والله تمرين
والله انا حقيقي بس شوف حاول المهم. حاول انك تتذكر انك صايم عشان ما تفلت. طيب والله انا صادم جزاك الله خير ذكرني الدكاتره المعلومين. طيب هذا كله ما الحين كيف؟ المهم يوم حط عليه انه صايب يا بدران ايوه زار احد القرايب على قولتك قال له قالوا له وش انت جايب معك؟ وش انت جايب؟ وش انت جايب؟ الله الله قال يا اخوي ايش فيك؟ كاني طيب ماني بخايب خايب يقول هو الشايب ايه قالوا الحين الشايب هذا متى طب في القصة؟ اول شيء كان في شايب نعيدها يا سعد ركز معي لا ركز كمل انا مركز كان في شايب كمل عشان ركز كمل كان في شايب لسانه عايب عرفنا الشايب الثاني مخطي ولا هو بصايب يذنب وهو تايب يمشي في البر وهبت عليه الهبايب وشاف له ميت وحط عليه المصايب مصايب وراح يروح لاحدى القرايب قرايب راح للقريب ذا قال له وش انت جايب؟ قال هو انا طيب ماني بخايب يعني هذا القريب ذا يقول وش انت جايب يعني اكيد عندك مشكله ولا هم ما ورك خير قال يا اخوي انا طيب ماني بخايب المهم ما ادري وش قال له قال يا رجال ما ظنتي يا رجال ما ظنتي عندك نلقى تجي العيد انا اقول له تراك صايم تراك صايم ها المهم الشايب ذا تقاوى عند رفيقه كان صايم الشايب وزين له قهوه نفسه والله الشايب انت انه ولا لقى احد يسوي له فطور ما عليك في مطعم لا المطعم كان في مطعم في سربوس ما هذا قسم الشايب وش تاخرك يا اخوي اول ما كان عنده مطاعم يا اخي جهل ما عنده شيء ما لقى يسوي ايه وراح خذها يد نجر وقام يدق من الهيل وزين له دله ولا لقى له فطور ولا لقى احد يصوم معه وهو رجع يبيتوب حلو شايب يرجع يبيتوب ما حد ساعده على التوبه كلهم يقول يا هذا استانس بس ايش حياتك؟ ما حد يساعد يعني المهم الرجال بشركم تاب لله وما هو بدق هيل اللي يدق الهيل والقهوه زين هذاك القرايب ايه الشايب الثاني ها؟ ايه فمشكلة الشاي ذاك مسكين ما لقى له احد زين طيب اسمع خلاص سالفة هذه السالفة المهمة لا 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 هي كانت مهمة اشياء محظورة عشان كذا لا هذه كذا اتفق معك ترى كذا شعار عندهم تمارين زي كذا ولا يجوا يسولفون علشان لا جاي يكتب قصيدة على طول يلقى له قافية ويلقى له يلا عطنا سالفة كأنها قصيدة انت سالفة مقفاة سالفة مقفاة ترى في تطورت السوالف الحين صح في سالفة مقفاة في سالفة موزونة في سالفة مفتوحة في سالفة مغلقة صحيح في سالفة السالفة نوع أشكال في سالفة نثرية في سالفة سجعية في سالفة خلاص السؤال هذا أول سؤال بس كذا على طول ما في ما في ما تحس في فن وانت تسمع الكلام صح ليش مشكلة يعني وانا اسمع لا الكلام تسمع رقم اضطرب هذه موسيقية ايه هي اصلا ترى القافية ذي موسيقى الكلام اني صادس والله تدري شو المشكلة؟ مشكلة أنا حياتي محيوسة كيف تبغاني أجيب لك كلام موزون كيف لو بتكلم كلام موزون بيطلع لساني يقول شو السالفة لا استغفر أنا كلامي موزون عرفت لا خلاص كنسل المساء كنسل السالفة كنسل السالفة كنسل السالفة لو سمحت اللي بغيت تجيب لي تجيب لي لا أنت الخطط العبراء أدري هذا أقصد أدري إنه لا إحنا نقصد في السوالف أرحب يا محماس شوف شوف الذيب شوف الذيب طيب يلا أصبروا علشان أسهلها يمشي والمرجلة تكب منه ما شاء الله أسمع علشان أسهلها علشان أسهلها منو علشان أسهلها لك أنت وقفت سيارتك حلو اوكي وقفت سيارتك لان انقطع عليك البنزين حلو ونزلت وتدور مساعده ما لقيت مساعده حلو تمام الحين هذه سالفه مقفاه انا ابغاك تسويها سالفه مقفاه يلا يلا ما لقيت مكان رجعت لبيتكم ماشي بعد ما ضربت مشوار يوم وصلت عند باب بيتكم مت طيب قول كان يا مكان في قديم الزمان رحنا الى احد الاخوان طيب انطلق يقول كان في مكان في قديم الزمان كنت طالع بسيارتي انا واحد الاخوان ايش ذا راوي ذا ما مش اخوان المقفاه اي نون حق نون اي بس هات كاطويه مثل كذا رحنا مع احد الاخوان ايه رحنا لاحد الاخوان رحنا بالسياره لا رحنا لاحد الاخوان ترى النون حرف ما هو طربي
والله فاذا جبت في اخر الكلام رحنا لاحد لا طرب لا لا يجي في طرب صراحه ابيك تغيره يا اخي عشان احس بالسالفه حقتك رحنا غيره عشان اكشخ بالسالفه رحنا بسيارتين كنت تايه زي كذا رحت بسيارتين كنت تايه وعطشان ايه زي كذا زي كذا السياره وكنت تايه قاعد تغشش ترى حرام ترك صايم ها ترك صايم يا سعد خويا لا هذه لا تعلمه فيصل انت شاعر ورجال انت المقيم مقيم السالفه فيصل يلا بس يا رجال كنت تايه وعطشان وكان معي بعض البزران حلو مشينا الى الدكان الى الدكان مشينا الى الدكان وقفنا عند عاملان يعني عاملين عاملان يوم وقفنا عند العاملان عملاقان صح عاملان عملاقان بس انا بقول عاملان عرفت وقفنا عند العاملان شرينا منهم بريالان وشرينا منهم بريالان خذنا لا اي جيب اي شيء ترى صارت اسمر. يعني خذنا اسمر جيب كلمه حط الف ونون على كيفك انت وياه خذنا سوسبي وبسكوتان بسكوتها اخذت شيء ثاني ايش اسمه وخذنا عصير لا وخذنا يوم طلعنا انت تبي ايش قلت لك كرتون ايش كرتون بسكوتها عصيرا عرفت فلما طلعنا ركبنا السيارتان اللي ما فيها بنزينان يعني على كيفك لا فتحنا البيبان على كيفك فتحنا البيبان وشغلنا السيارتان لين السيارتان طافيتان اقول مو على كيفك كام انت وياه اوكي ترى خطا كل السالفه لا عارف اسالف السياره تطفي يلا انت عطني سالفه فما صار فيها بنزينان انت عطني لا انا ما اقصد عطني سالفه ولا جيب المقصف سالفتك مشوقه مين اي شيء حط الفنون وين فوزي ابيك تروح انت رايح للتحليه جالس موعدك اخويك هناك تتكلم انت وياه وعندك موضوع من حلو خلاص تتكلم اسلم وين القصة بالموضوع؟ يعني الآن يعني عطنا شيء إيه لقيت أخويك هنا وقابلته ثم مشيت وياه تمشيت ثم صدمت بالسيارة ثم متنا لا ثم رجعنا من المستشفى عدت يا أخوي اسمع وين؟ وير آر يو؟ وين المهم؟ وين المهم؟ يا مهم لا هذه قصيدة نبي شيء مقفن سالفة لا هذه عشان تجذب انتباه تاجه دق جرس القصيدة اسلم وين المهم يا مهم في كل الأحوال أحوال ابن أفزعلي الله يرحمك قلت لك قلت لك وين المهم يا المهم في ايش؟ في كل الأحوال من المرة الله يا رجال المهم يا المهم في كل الأحيان أنا جيتك وشفتك ترى بنسال أنا جيتك وشفتك أنا جيت أنا جيت لك في وقت أنت فيه زهقان قل لي عشان أنا جيت لك في وقت كنت زهقان ترى اسمع احنا بنا زهقان إيه حلو والله قلت لك يلا يلا اسلم قلت لك يا فلان ترى حاول وأنت تسمع يعني أنه ما يتفرمت عقلك أسمع بكل قواي القلبية أيوة قلت لك يا فلان وش فيك قلت لك يا فلان وش فيك تعبان اي قالوا لي هذا الوقت دقيقه لا تجوز سواران اثنين دون تراجان اثنين دون ثالثه لا لا طيب بس الحين عشان نجيب لك قصيده كويسه حلوه احنا نصدمك بالكلمات وش فيك تعبان انا مشكله وين المهم وال صح ارجع اعطي قصيده تبون دوره شعريه ثانيه قلت له تبون دوره شعريه مستقبلا ايوه دورات مو دوره ان شاء الله الاسبوع ذا ولا الاسبوع الثاني اسمع ايضا في امسيه الاسبوع ذا ولا الثاني والله انا بسوي امسيه غير يعني امسيه مو ما ادري طريقه خاصه اصبر خليها اسبوع مو ضيع السالفه ابن قربه بوقت في هنا تفاصيل ايش السبب؟